السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا في يوم جديد وحلقة جديدة. وكل ما طلع طريحة زغليل تتعب مني وتموت، ايه السبب؟ ما تيجي نعرف السبب مع بعضنا. قبل ما نخش في موضوعنا بحب اشكر الناس كلها وبحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. تحياتنا لجميع الناس، شكرا لكلامكم الجميل اللي مخلي الواحد مستمر. بنغيب عليكم معلش في الفيديوهات عشان خاطر بس ظروف الشغل، وربنا يعيد الناس كلها. فبرضو ايه، حاجة جاية في سكتنا كده اهو. السؤال ده برضو واحد برضو حبيبي كلمني، فبيقول لي انا كل ما طلع طريحة زغليل الزغاليل بتقع مني. فقلت له اعمل واحد اتنين تلاتة. فاحنا برضو الحاجة دي بتيجي مع الناس، فبنطلع برضو بمنتهى الامانة كده حاجات اللي احنا شغالين بيها وجايبة معانا ايجابي، فبنعرضها للناس وجزانا الله خير. فالفيديو ده مش قصة بقى اللي هو مشاهدة ولا قصة اي حاجة. الفيديو ده لو استفدت منه اللايك عشان الفيديو ده ينتشر، بس عشان ان شاء الله تستفاد منه، لان في ناس كتير بتعاني في حتة تربية الزغاليل. طيب نبدأ ونقول بسم الله ونتوكل على الله. قبل ما تربي زغاليل وقبل ما تربي حمام، من هنا يبقى سالك، سلك نيتك، تحلى دنيتك. فما تبصش لفلان ده مربي ايه، وما تبصش لده عنده ايه. ربنا يزيد الناس كلها. خليك في حالك، خليك في اللي عندك، خليك في اللي ربنا رزقك فيه او رزقك بيه، فهتلاقي الدنيا معاك زي الفل. مش جاي معاك في طريقة زغليل وجنبك اخ ليك بيربي طريقة زغليل، والله الله يبارك لك وربنا يصلح حاله. ما تبصلوش اللي هي جايه معاه ومش جايه معاك انت، يا عم هي جايه مش جايه دي بتاعت ربنا، احنا مش هنعترض. ممكن ربنا بيراضيك في السلكه بتفرغ زغاليل تيجي تطلعها فوق بتموت، بتاعت ربنا. ممكن هو مش جايه معاه عين الفرخ، ممكن يروح يشتري طريقه زغاليل بتعدي معاه. ربنا ما بيديش، يعني هو ربنا بيدينا كل حاجه، بس يعني ايه، جعلنا اسباب لبعضنا. فما تجيش اللي انت مثلا ايه اللي بيبقى عايز كل حاجه، ده ما بيطولش اي حاجه. يعني اللي انت بتبقى عايزه وتعترض ده، لا ما تعترضش. ربنا بيديك كل حاجه، بيديك صحه، بيديك ان كان مال، بيديك راحه بال، بيديك حاجات كتير قوي. فانت ما تبصش لرزق الغير. رزق الغير ده ربنا هو اللي يعني موزع الارزاق. انا ولا موزع ارزاق ولا انت موزع ارزاق، لا احنا كلنا ربنا جعلنا اسباب لبعضنا مش اكتر. فانا دلوقتي عشان خاطر اللي انا اربي حمام ماليش دعوه بفلان، ان كانت مثلا امكانيات، ان كانت ظروف ماديه، ان كانت اي حاجه. انت بتحب الحمام ده فربي على قدك، ربي اللي هو جاي معاك او ربي اللي هو في مستطاع اللي انت تقدر تجيبه. لكن ما تبصش ده مربي ايه وانت هتربي ايه والكلام ده. ومحدش بيفضل على وضعه ولا بيفضل على حاله، ولا اللي فوق هيفضل فوق ولا اللي تحت هيفضل تحت. بس اهم حاجه يبقى في رضا، يعني انت ترضى باللي ربنا قسمه لك واللي ربنا راضيك مرضيك بيه. معلش ان كان للاطاله، بس الحاجات دي قسما بالله في التربيه بيحصل كل ده في قلب التربيه. فانت قافل على نفسك وبتقول يا رب وبتتقي الله في الحاجه اللي انت بتخدمها، ربنا يرضيك والله العظيم ربنا يرضيك. وبقول لك اسال مجرب. انا طلعت طريقه زغليل والحمد لله، يعني الدنيا زي الفل. مش جايه خلاص، خلاص وقفت على كده، قلت هي مش جايه تربيه خلاص، ادي الزغاليل دي يا عم لغيرك استفاد. والحمد لله الزغاليل بتصح عند الناس في وقت اللي هو هيجي هتربي فيه، مش عند هي الغواه ولا فتح سد ولا عند. انت بتعند في نفسك، ما بتعندش في حد تاني. انت اللي اصلا اللي في الاول وفي الاخر انت بتعند على نفسك وعلى حسابك انت. يعني انت دلوقتي لا انا مش هبيعهم، انا هخليهم، طب هيموتوا. طب ما انت كنت اولى بفلوسهم اللي انت تجيب، يا عم مش هتاخدهم تحطهم في جيبك، اولى اللي انت تجيب كلفتهم. فهي مش جايه معاك وربنا مراضيك في حته فرق، يا عم بيع الزغاليل وهي مش جايه في تربيه مفيش اي مشكله. طيب الدنيا مشيت وخلاص وربنا رضاك، انت فاهمني ازاي؟ ممكن تيجي تطلع طريقه، انت فاهمني ازاي؟ يكون واحد حاجزها منك هوب ما يحصلش نصيب، دي نصيبك ورزقك ربيها مفيش اي مشكله. طب تعالى بقى نبدا، لو هنربي طريقه هقول لك على اساسيات فضل من ربنا اللي هتطلعهم هم كلهم ان شاء الله ان شاء الله، بس ينوي المشيئه وكله بتاع ربنا. اللي هتطلعهم ان شاء الله كلهم هيعدوا. طيب
اول حاجه نبدا، معلش الفيديو ده لو هيطول شويه بس انا هجيب لك دمعه عين وهجيب لك التعامل كله عشان اللي بيحصل مع الناس كلها. اول ما بتيجي مثلا بتقطف طريحه الزغاليل، هتكلم على اللي انا التجربه الشخصيه اللي انا بمر بيها واقول لك اعمل 1 2 3 وان شاء الله كله باذن الله هتيجي معايا. تقطف طريحه الزغاليل، انا عن نفسي ما بمصرش زغلول تحت اهلي، بفطم الزغاليل بحطها في قلب مصطبه 3 4 ايام 5 ايام، هتقعد اسبوع في قلب المصطبه بتاعت السلكه مفيش اي مشكله. بعدي يوم والتاني والتالت، باجي بالليل بمصل الحمام ده، جو بيكون منسم، في جو صيف جو بيكون منسم، فببتدي اللي انا امصل معايا الحمام. مصلت الحمام اللي هو هي كله بتاع ربنا بقى، احنا بنعمل اللي علينا والتوفيق ده بتاع ربنا. فبنمصل الحمام اللي هو النيوكاسل ده النص سنتي في هو تحت الجلد في القفل. مصلت الحمام، عدى يوم، اليوم يعتبر الخامس لفاطم الزغاليل، ببتدي اشتغل معاهم مطهر معوي. ده امرزول، 5 سنتي على رطل الميه. عايز تشتغل انتينال، فلاجين، دياكس، اي حاجة مطهر معوي اشتغل بيه، 5 سنتي على رطل المية. بتشتغل قد ايه؟ بشتغل 3 ايام. كده احنا دخلنا في سكة الاسبوع، والزغاليل دي تحت، هبدأ اللي انا انقلها في الغية فوق. كده مصلت واديت مطهر معوي، هتسأل على الكلفة بتأكلهم ايه؟ جايلك فيها. هتيجي اللي انت تطلعهم فوق، اول حاجة تشوف المناخ بتاع الحتة اللي انت هتربيهم فيها، كم مصطبة، ان كان ببان، ان كان حطيتهم في لفت، تشوف الجو الصبح عامل ازاي وبالليل عامل ازاي. ما تحطهمش بالليل والدنيا تمام يجي لطشة هوا يلوشهم لك كلهم، وما تسيبهمش الصبح في عز الشمس، الشمس ضاربة عليهم عمودية طول النهار من اول ما بتطلع لغاية ما بتغرب وهي متسلطة عليهم، هيروحوا كلهم. يبقى انا اختار المكان المناسب، في جنب بيطلع منه الشمس وفي جنب بيغرب منه الشمس. لما بتطلع الشمس بتطلع بتبقى دافية على المكان ده، بتيجي تتحرك بتبتدي اللي هي تتسلط على المكان ده، الشمس بتبقى طول النهار ضاربة في المكان ده، وهي بتغرب بتبقى ناعمة الناحية دي. انا عن نفسي هي كده. لا يبقى انا دلوقتي ممكن احطهم فين؟ هنا بتطلع بتبقى دافية، هتيجي تتسلط في الجنب ده هتبقى ناعمة عليهم، لكن لما بتيجي بتقف لي هنا اهو، كل ده بيبقى شمس، ما جيش احطهم وش الشمس ده. عامة المكان بتاعك بختار لهم المكان كويس اللي هي بتطلع الإشعة الشمس بتنزل عليهم خفيفة اللي هو يتشمس فرد الحمام. طيب بتيجي اللي انت المصاطب، مش هقول لك اكتمها ولا تسيبها بحري، مش ما تكتمهاش ولا تسيبها بحري. السلكة طبعا واي سلكة في الدنيا المناخ بتاعها غير اللي جناب فوق، الاربع اتجاهات داخل لهم هوا، لكن تحت انت مقفل جنب فاتح جنب قافل التاني كده اهو، فبتلاقي المناخ بتاع اللي هو السلكه بتاعتك بتلاقيه منسم حلو، يعني اللي هو ولا هوا ولا اللي هو حر ولا اي حاجه، معتدل في قلب السلكه بتاعتك. فبتبتدي ان انت تحطهم في جنب كده، تيجي مثلا بالليل بتطلع لهم بتبص عليهم كده، تحط دماغك في قلب المصطبه كده اهو، بتشوف في تيار هوا داخل لهم ولا ايه. لو في تيار هوا داخل لهم ببتدي اللي انا اقفل لهم جنب كده اهو الظهر بتاعهم، فلقيت المصطبه دفيت بس مهويه، لقيت السرسوب الهواء اللي بيضرب فيهم ده خلاص اتلغى، بس المصطبه مش مكتومه مهويه، يبقى خلاص كده الدنيا بقت تمام. كده انا قفلت اللي هو سرسوب الهواء اللي عليهم ده عشان ما يلوش الزغاليل بتاعتي. خلصنا كده، نقيت لهم المكان بتاعي المناسب، طيب بعد كده بتبتدي اللي انت تشتغل معاهم. انا اشتغلت معاهم بقى اللي هو المصل بتاعهم، وقعدت يومين يوم ريحته، وبعد كده اشتغلت يومين او 3 مطهر معوي بريح يوم، وببتدي اشتغل معاهم كين فينيكول 10%،
اهو العبوه دي ب 60 جنيه بتاع كل حاجه، بتاع كل حاجه، تنفسي، سالمونيلا، دمعه، اي حاجه، فضل من الله شغال وجايب ايجابي مع ناس كتير مش معانا لوحدي. طيب بتشتغل معاهم ده ايه؟ انا ما بشتغلش ميه، بشتغل قطاره. ما بشتغلش ميه، تشتغل قطاره. تجيب قطاره فاضيه تعبيها كده اهو. لو انت عايز تشتغل في ميه مفيش اي مشكله، تشتغل في ميه 2 سم على الرجل والدنيا زي الفل عادي، مفيش مشكله. بس القطاره احسن، القطاره اجابه على طول وبيجيب خلاص، هو وصل لفرد الحمام، اتاكدت اللي هو خد فرد الحمام. طب بتشتغل معاه قد ايه؟ بشتغل 4 نقط 5 نقط بالكتير قوي في بق فرد الحمام مباشر لمده 3 ايام، لمده 3 ايام. طيب دلوقتي كلفتي ايه؟ ما انا قلت لك جاي لك في كل حاجه دي اهي. الكلفه بتاعتي درع وجع بنسب كتيره وشويه صفره وشويه فول. بغسل لهم قيمه ال 10 كيلو كلفه بتاعتي، بغسل لهم قيمه 10 كيلو كلفه بتاعتي، وبسيبهم اللي هي تتهوى خالص كده، وهي منديه بحط لهم المواد التعفيريه بتاعتي، كمون وكزبره ناعمين. بحط مثلا معلقتين ومعلقتين على 10 كيلو كلفه. كميتك ايه؟ فهي نسب وتناسب برضه عشان خاطر ايه لو حد سال. يبقى كلفتي ايه؟ الكلفه اكتر حاجه اللي هي درع وجه، يعني ممكن مثلا 10 كيلو ده 8 وجه، ومثلا كيلو فول وكيلو صفره على 10 كيلو كلفه، يبقى ال 10 كيلو كلفه بتاعتي. بحط معلقتين على التعفيره دي وبسيبها لغايه ما بتنشف خالص، فهتلاقي المواد التعفيريه اللي هي الكمون والكزبره الناعمه دي هتلاقيها مسكت في قلب الكلفه. وانت شغال علاج بتدي كلفه؟ بدي كلفه ومفيش اي مشكله، بديهم اللي هو مباشر ده، باجي بالليل كده افوت على الحمام ده، وبرده بتابعهم ان كان برده عشان خاطر في حاجات بتقع منك كده اهو، ممكن زغلول بياكل وما بي يعني ما بيهدمش. ليه ما بيهدمش؟ هو فرد الحمام ما بيشربش. فانا لما بقول لك في البدايه خالص تعتمد الزغلول اعتماد ككل على نفسه، يعني بياكل وبيشرب ويعرف ينظف نفسه والدنيا بتبقى جميله مع فرد الحمام. طيب بتيجي بالليل انت مشكورا كده، بتبدا ان انت تتابع الزغاليل بتاعتك دي، ممكن اللي انت مثلا تديهم مثلا تجيب سرنجه كده وتبدا تدي لكل فرد حمام كده 5 سم ميه، حتى لو هم بياكلوا وبيشربوا، بس عشان خاطر يصرف الاكل ده، عشان لو بات جديد على قديم. عفوا يا رجاله، هتخش في قصه بقى اضطرابات في المعده، وهتخش ايه الزغلول ما بيهدمش، هوب ركن كسر عينيه قاعد على جنب، الزغاليل لقطت من بعضها هوب هيخلصوا منك. فبتيجي اللي انت بالليل مثلا بتدي لكل فرد حمام 5 سم ميه، وبتدي له مثلا اللي هو الكينفينوكول ده اللي هو يا عم 3 نقط، عشان لو انت تفتكر ان انا هديك حاجه اللي هي تموتك، اشتغل 3 نقط برده بيجيك. انا شغال 4 شغال 5 مفيش اي مشكله، انا بقول لك لو عايز تشتغل 3 نقط في البق مباشر يبقى زي الفل. تشتغل معاهم 3 ايام دي، انا الكلام ده كله وكاي كده، انا عديت المرحله خلاص الدنيا تمام. لو انت هتدي ميه في علاج، يعني بتدي علاج في الميه، عفوا ما تبيتش الميه قدامهم بالعلاج، ما تبيتش الميه قدامهم بالعلاج. طب انت بتديهم ازاي؟ انا باجي مثلا ممكن ارفع اللي هي المسق من قدامهم قبل الكلفه معايا بساعتين ثلاثه، يعني ممكن قبل الكلفه دي بساعتين ثلاثه ارفع الميه، اغسل لهم المسقه بتاعتهم، لان صحتهم في المسقه بتاعتهم بتتغير مره واثنين وثلاثه في المسقه بتاعتهم. باجي مثلا اغسل لهم المسقه بتاعتهم واكفيها على وشهم كده، وممكن مثلا بفتح الزغاليل بتاعتي كده اهو، ببتدي ان انا احط لهم العلاج في قلب اللي هي مثلا المسقه بتاعتي قبل الكلفه، احط لهم المسق وبحط لهم الاكل بتاعي، وبداوا اللي هم يخشوا ياكلوا وبيشربوا الميه بالعلاج بتاعتي، يبقى الدنيا زي الفل. وانا بتمم عليهم، لو انت شغال ادويه ولا شغال اي حاجه، بتبدا ان انت تسحب من كل مصطبه للزغاليل اللي هي في قلب المصطبه، يعني المسقه اللي هي الزغاليل بتشرب منها، بتبدا ان انت تديهم الميه دي بالعلاج من قلب المسقه دي، والمصطبه اللي بعديها من المسقه اللي هي في تاني مصطبه، المصطبه اللي بعديها برده بتدي، ما بتديش من مسقه واحده. عايز تلغي المسقه دي وتدوب لهم شويه علاج مباشر وتدي لهم مره واحده، بيبقى الاحسن. عفوا يا رجاله،
تدوب لهم شويه علاج يعتبر نضاف، وبتبدا اللي انت تدي لهم وتغسل لهم المسق وتحط لهم ميه نظيفه. يبقى انا ما ببايتش ميه بعلاج قدام الحمام، هتلاقي الحمام ده بيستجيب معاك للادويه والعلاج كده. بالنسبه لحته الوقايه عشان الزغلول ما يقعش منك. طيب اخر حاجه اللي احنا معلش الاطاله بقى، اخر حاجه دي وداعا لدمعه عين، الاثنين دولت وداعا لدمعه عين، تايلوزين اردني ودكسا فان اهم لو واضحين، كنت عامل برضو بيهم فيديو كده اهو. متستخسرش يا جدعان العبوتين دولت، ودي الحاجات دي كلها قسما بالله ما مكمله يعتبر 250-260 جنيه، مش مكملاها، بس هتريح دماغك. شوف انت ربيت زغاليل قد ايه وبيقع منك زغاليل قد ايه، متستخسرش. هتجرب اي حاجه هقول لك دولت هم اللي هيجيبوا معاك الناحيه. دولت بقى اللي انا التايلوزين والدكسافان دولت بخلطهم على بعض، بجيب برده سرنجه بجيب اللي هي قطاره وبسحب بالسرنجه 3 سم من هنا و3 سم من هنا وبخلطهم في قلب اللي هي القطاره وبرجهم، بسيبهم قيمه ربع ساعه وابتدي اللي انا اشتغل مع الزغاليل. لو زغلول اللي هو التنفسي بتاعه شديد واللي هو يعتبر فيه خنفره وفيه بربره كده اهو، وتيجي مثلا تدوس على مخرجه بتلاقيه اللي هو بينزل ميه ده، فبتبتدي اللي انت تقطع له 3 نقط في البق ونقطه في العين دي ونقطه في العين دي. طب عينيه هي بس اللي هتبتدي تكسر معايا، فببتدي برده اللي انا اشتغل نقطه هنا ونقطه هنا، فضل من عند ربنا مفيش حاجه هتجيلك، وطريحه الزغاليل بتاعتك ان شاء الله هتعدي. بس اهم حاجه سلك نيتك هتحلى دنيتك. الفيديو بتاعنا كده يكون انتهى. فلو عجبك الفيديو بتكتب لنا رايك، لو في اي حاجه برضه بتكتب لنا رايك. معلش للاطاله، فانتظرونا ان شاء الله من جديد للديك. كان معكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.